أهلا بكم مستمعينا الكرام وإلى موجز الأخبار الصوتي. بداية، استلمت اليوم وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات 750 وحدة من مكثفات الأكسجين، إضافة إلى 2500 وحدة تم استلامها في الفترة ما بين 25 جويلية والثالث أوت الفارط. وحسب ذات المصدر، فإن الكمية المستلمة من المكثفات تم توزيعها على المؤسسات الاستشفائية وبصفة منظمة، ومن المنتظر استلام 5000 وحدة أخرى ابتداء من يوم الثلاثاء القادم. أعلنت وزارة الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين المقيمين، بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجياً، اعتبارا من يوم الاثنين الأول لشهر محرم 1443 للهجرة الموافق للتاسع أوت 2021 لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام. شهدت محطة نقل المسافرين غيابا كليا للقابضين في الحافلات الخاصة، وهذا بعد الإجراءات الجديدة المتعلقة بالبروتوكول الصحي الذي أقرته الوزارة. وحسب بعض ملاك الحافلات الخاصة، فإن قرار تخليهم عن القابضين مرده تسقيف عدد الركاب وكذا تراجع عدد المسافرين على مستوى محطات النقل لتحال هذه الفئة إلى البطالة كما أول مرة. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الموجز الإخباري. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم وطني نيوز.